سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ سبق كده من كام يوم وكنت نزلت فيديو وكنت بتكلم فيه ازاي تشيل اي ووتر مارك من اي فيديو عندك، وكانت الطريقة دي على البي سي بتاعك، يعني برنامج بيشتغل على الكمبيوتر، ولكن جالي اكتر من كومنت عايزين يعني حاجة نفس الطريقة او نفس الفكرة ولكن للتليفون. فالنهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نشيل الووتر مارك من اي فيديو عن طريق التليفون. انا معايا النهاردة برنامجين والاتنين بيقوموا بنفس الوظيفة، انا هشرح البرنامجين او التطبيقين يعني، وانت براحتك اختار اللي انت عايزه فيهم. فتابعوا معايا الشرح. طب يا جماعه، رجعت له بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بص يا شباب، هو التطبيقين موجودين على جوجل بلاي، والتطبيقين موجودين بشكل مجاني. ده اول تطبيق منهم، وانا عامه هسيب لكم لينك التطبيقين او انتوا هتشوفوه في فيديو يعني على جوجل بلاي. عايزين تحملوه من جوجل بلاي تمام، عايزين تحملوه من الرابط اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف. انا في رابط هسيبه لكم في صندوق الوصف، الرابط ده حط فيه التطبيقين يعني بصيغه اي بي كي، وهضغطهم لكم كده في ملف مضغوط. الافضل تنزلوه من الرابط اللي انا هسيبه لك في صندوق الوصف والحدق يفهم. فانت براحتك، عايز تنزله من جوجل بلاي تمام، عايز تنزله من الرابط اللي سيبه لك في صندوق الوصف تمام. المهم لما هننزل اول تطبيق عندك هنا كده، انا هجيبه بس من جوه من هنا كده، ادي اول تطبيق اهوت. هتفتح التطبيق، ادي شكل التطبيق معانا. طيب طبعا التطبيق هنا فيه حاجات كده جدا زي ما انتم واخدين بالكم، ممكن تعمل كروب للفيديو يعني تقص حاجه من الفيديو او تعمل له تريم، تشيل حته منه، مش عارف ايه بتاع، تغير في سرعته، معينه من القصص دي كلها. احنا النهارده بنتكلم على ازاي نشيل علامه مائيه. فانت هتقول له هنا كده ريموف ووتر مارك، وهيجي يقول لك مثلا اختار الفيديو اللي انت عايز تشيله الووتر مارك دي. فهنفترض مثلا فيديو زي الفيديو ده هنا كده. طيب انا هو هنا بيقول لك انت عايز تشيل يعني من اول الفيديو ولا عايز مثلا من حته معينه، فانا اقول له والله خليها مثلا من اول الفيديو. طيب انا بقى هنا ازاي اعلم على الجزء اللي انا عايز اشيله؟ بص يا شباب، انت دي كده بايديكوا وهتعلمه على الشاشه، ترسمه مثلا شكل زي ما شايفين كده، شكل مثلا مربع مثلا يعني. بعد كده تاخد المربع ده وتحركه كده، انا هقول له والله انا عايز مثلا اشيل الحته دي هنا كده. فاهمين يا جماعه؟ انا يعني كده علمت بايدي ده الجزء اللي انا عايز اشيل الووتر مارك منه، وهقول له هنا كده اكسبورت. طبعا هنا بيقول لي انت عايز تحفظه بجوده ايه؟ طبعا اختار اللي هي فول اتش دي 1080، هنختارها هنا كده، وهو يبدا دلوقتي يعني مش هياخد وقت ولا حاجه، وهيصدر الفيديو بعد ما الووتر مارك تتشال. طيب هو كده خلاص خلص معانا، نطلع بقى كده نيجي مثلا نفتح الفيديوهات عندنا مثلا. طيب بصوا يا جماعه، ادي الفيديو اهو قبل العلامه المائيه ما تتشال، يعني ادي الفيديو اهوت زي ما احنا شايفين كده، في فوق اهو العلامه المائيه بتاعت اصاحبي ومش عارف وتيك توك والكلام ده كله. طيب نشوف بقى كده مثلا الفيديو بعد ما شلنا العلامه المائيه ده يا جماعه، بعد ما شلنا العلامه المائيه اهو، شايفين يا شباب الجمال؟ ولا اكن كان فيه اصلا اي علامه مائيه خالص. الموضوع بصراحه جميل جدا. طيب ده اول تطبيق معانا انت يعني تستخدمه زي ما قلت لك، وهو تطبيق فري ومجاني وعادي جدا. طيب التطبيق اللي موجود التاني معانا، لو جينا فتحنا جوجل بلاي هنا التاني كده وجينا في السيرش وكتبنا هنا كده فيديو ووتر مارك ريموفر، هتخش على اللي هو التطبيق ده يا شباب. انا برضك هسيب لكم لينكه في صندوق الوصف، وهسيب لكم زي ما قلت لكم لينك تحميله يعني بشكل خارجي في صندوق الوصف برضو. طيب انت بعد ما تنزل البرنامج هنا هيجي برضك افتحه كده من بره من هنا، ادي الواجهه بتاعت البرنامج. طبعا انا كنت جربته قبل كده وعملت فيه حاجات يعني. طيب انت برضك كنت تاخد بالكم في برضك هنا حاجات ممكن تشتغل عليه فيها، يعني في هنا ريموف اوبجكت ممكن تشيل حاجه من الفيديو، او انهانس كواليتي. انهانس كواليتي دي يا جماعه على فكره بتخلي الفيديو بصراحه شكله جميل جدا يعني. بصوا ده الفيديو اهوت لما عملت له انهانس، شايفين يا جماعه شكله عامل ازاي؟ بيخليه كانه كده مرسوم زي بلون زيتي كده او الوان زيتيه. عجبني بصراحه الايديت ده يعني. طيب عشان بس ايه ما نطلعش من موضوع الحلقه يعني، هتيجي برضك انت عندك اللي هي ريموف ووتر مارك هنا كده، وهنيجي نختار برضك الفيديو اللي عايزين نشيل منه ريموف ووتر مارك بتاعه. هنا طبعا بيقول لك بقى انت عايز تختار مثلا يعني حاجه معينه من الفيديو، يعني جزء معين من الفيديو ولا الفيديو كله. فانا افترض لا مثلا الفيديو كله واقول له علامه صح. نفس الكلام هنا برضك لو انت عايز تحدد دقيقه معينه او حاجه، اقول له لا الفيديو كله ما عنديش مشكله، علامه صح. طيب هيجي بعد كده هنا بقى في تحت اللي هو براش وبوكس ودي سيلكت. البوكس ده يا جماعه لو ضغطت عليها كده اللي هو بصوا هيعمل لك يعني ان انت ممكن تعمل زي مستطيل كده لو انت عايز تشيل جزء معين على شكل مستطيل، او البراش لو انت عملت براش هنا كده بصوا اللي هو ايه ممكن تشيل حته معينه بايدك يعني تعلم عليها انت بايدك كده اكنها بفرشه. ودي سيلكت دي اللي هو تمسح اللي انت لسه عامله حالا كده، او ممكن تعمل اندو عشان نشيل كمان المستطيل. طيب احنا هنفترض خلاص انا عايز اشيل كلمه تيك توك اللي فوق دي، فانا هضغط هنا على برش وممكن كمان ازود الدرجه بتاعتها هنا كده، وهاجي هنا كده هقول له والله شيل لي يا معلم الجزء ده هنا كده، هعلم عليه هنا كده. وطبعا هقول له هنا كده بروسس، وهو هياخد مني 9 عملات. هقول له هنا كده بروسس، هو هيبدا يعمل يعني زي ابلود كده للفيديو وهيبدا يشتغل عليه. هو كده خلاص عمله زي رفع يعني. هنا ممكن اقول له فيو ليتر، هتلاقي هنا في اول حاجه اللي هي بروسيسنج اللي هو هيبدا يعمل لك اللي هو يشيل العلامه المائيه يعني. الفرق بين البرنامج ده او التطبيق ده والتطبيق اللي قبله ان التطبيق ده بيحتاج ان هو يعمل ابلود للفيديو علشان يعمل له معالجه يعني ويشيل الووتر مارك اللي انت عايزه، وبعد كده بيقول لك يعني اعمل داونلود للفيديو. انما التطبيق الاولاني ما بيحتاجش يعمل الكلام ده كله، هو بيعمل لك الكلام ده كله من غير نت. انا عامه بشرح لكم التطبيقين وانت براحتك شوف الـ يعني النتيجه اللي انت هترتاح لها اكتر واستخدمها او اشتغل بيها.
طيب هو كده خلاص خلصوا معانا اهوت، نشوف مثلا النتيجه هتبقى عامله ازاي. ادي النتيجه اهيت، وطبعا انت ممكن تعمل له سيف من الظل فوق اللي هو السيف اللي فوق على اليمين ده. شايفين يا جماعه برضك الووتر مارك وكانها ما كانتش موجوده اصلا بصراحه، يعني يمكن ده بيحتاج نت وكل حاجه، بس النتيجه بتاعته يعني محترمه جدا بصراحه. طبعا زي ما قلت لكم لو انت عايزين تحفظوا الفيديو هتعملوا سيف من فوق هنا كده. خدوا بالكم كمان يا جماعه التطبيق ده فيه كده حاجه حلوه قوي اللي هي اي اي انمي ديت، اللي هي ديت انت ممكن برضك تختار مثلا اي فيديو، وممكن تختار له بصوا يا جماعه شكل من الاشكال دي، ممكن يبقى زي 3 دي زي ده هنا كده او انميز ده هنا كده. انا عملت برضك تطبيق، طبعا هنا في حاجات، هنا في بيوتي، في كرتون، في كذا شكل يعني. انا اخترت اللي هو الكوميك ده وعملته على الفيديو. هو خد 10 ثواني بس، ما اعرفش ليه خد اول 10 ثواني بس من الفيديو، بس دي كانت النتيجه. عايزين تشوفوا النتيجه، النتيجه كانت كده يا جماعه. شايفين النتيجه بتاعته بصراحه جميله جدا، حول المشهد يا جماعه لمشهد كوميك، فبصراحه التطبيق ده برضك ممتاز جدا. فعامه دي كانت التطبيقين الموجودين معايا النهارده، تقدر من خلالهم انت تشيل الووتر مارك من اي فيديو. تطبيقين بصراحه ممتازين الاثنين، ادائهم ممتاز جدا. زي ما قلت لكم انا هسيب لكم روابط تحملهم في صندوق الوصف، حملوه من جوجل بلاي بشكل مجاني، او ممكن تحمله من الرابط اللي انا هسيبه لك في صندوق الوصف، وانصحك تحمله من الرابط اللي انا هسيبه لك في صندوق الوصف. فبس شباب ده كان موضوع حلقه النهارده كالعاده. يعني لو الفيديو عجبك والحلقه استفدت مني حاجه فيها، فما تنخش عليها بالدم معنوي اللي هو عباره عن لايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، وفعل زر الجرس، وبس كده يا شباب.